في لعيبه كتير جدا في مصر حريف، ماشي، يعني مش هنقول كتير جدا، هنقول في مجموعه والله حريفة. احمد كتير جدا احمد. في مجموعه حريفه او زي مين؟ او لعيبه كتير عندها المهاره، نقول زي ما قال لك ايمن حفني طبعا. في شيكابالا، في مصطفى فتحي، في وليد سليمان، في احمد محمد ابراهيم رمضان صبحي طبعا، يعني محمد ابراهيم، احمد الشيخ على طب خليني اقول لك على ولكن مكان. هقول لك نقطه مهمه، ماشي، كل الناس دي على عيني وعلى راسك اللعيب، ماشي، من هؤلاء اللعيبه يقدر يتحكم في رتم المباراه؟ اعتقد عبد الله السعيد بس. طب يبقى هو احسن لعيب. طب ما انا ممكن اسالك سؤال تاني. طيب انا كريم، لا طب ثانيه واحده. طب انا اقول لك على حاجه ثانيه. طب معلش ثانيه واحده في رتم المباراه في الدوري المصري. انت بتتكلم في الدوري المصري بس ولا بتتكلم مع منتخب مصر؟ لا انا بلعب بس. انا عندي مشكله مع عبد الله، ماشي، في الماتشات اللي فيها ضغط وسرعه هو بيبقى عادي جدا. بس ده مؤخرا ولا طول عمره؟ لا مؤخرا. مؤخرا بص لا مؤخرا محمود طبعا لعامل السن مثلا. بص هقول لك على حاجه جداً. احمد هقول لك بس هو في الاسماعيلي وهو انت لسه قايل محمود دلوقتي في حاجه انت لسه قايل دلوقتي فرقه بيراميدز انها ممكن تبقى فن لما عبد الله رجع لهم. انا اصل احمد بيقول لك مين يقدر يتحكم في رتم. خلي بالك انت ده لعيبه جامده. انا قلت لعيبه، في لعيبه جامده، كل الناس ديت يا احمد بتفرق مع فرقتها. لعيب حريف، ما خلي بالك كل الناس مصطفى فتحي جت عليه فتره. أيوة. مصطفى فتحي ده وهو عيل صغير جت عليه فتره كان الزمالك كله بيلعب على مصطفى فتحي، صح، وكان ناجح جدا جدا وكان بيكسب الزمالك كل الماتشات. ايمن حفني نفس الموضوع، انا ما بتكلمش، جت عليه فتره ايمن حفني انا كل الناس دي جامد جدا وبتحكم في رتم الماتش وفي المقصه. كان احمد محمد ابراهيم جت عليه سنه مع حسام حسن وهو صغير، شقلب الدنيا وكان بيعمل له. هي بترجع المدرب بيديك الثقه ان انت تعمل كده ولا لا، ماشي. او انت حابب ان انت تلعب مع المدرب دوت، او المدرب ده مديك الصلاحيه ان انت تعمل كده ولا لا. لا في مدربين بقول لك محمد ابراهيم جات عليه فتره بيتعامل في الزمالك بس دي ملهاش دعوه. بس انت بتتكلم ثانيه واحده، بس انت بتتكلم على عبد الله السعيد يا حكيم دلوقتي ولا عامه؟ انا بتكلم دلوقتي. دلوقتي بتكلم دلوقتي بدنيا وسنه وبتاع تفرق كتير، فهتفرق معاه لو ماتش فيه ضغط وسرعه وبتاع. صح احمد بيتكلم، لو انا بلعب دلوقتي وعبد الله موجود وفي ماتش فيه ضغط وسرعه هيتحكم في رتم الماتش؟ طب السؤال هنا يعني لو انت بتتكلم على نوعيه لعيبه كريم، انا بقول ان اللعيب ده النهارده ممكن يبقى فايق يكسبني. انت قلت لا، لو هو دلوقتي في ماتش سرعه وقوه وبتاع عبد الله مش هيتحكم في الريتم ولا ايه؟ بص عبد الله دلوقتي عامل السن وعامل العامل البدني عنده طبعا، ده طبيعي، اصل دي طبيعه طبيعه بشر، ماشي. احنا بس انا لو بلعب دلوقتي منتخب مصر مش هنخالف الطبيعه. هقول لك بس انا بلعب منتخب مصر ماتش تصفيات كاس عالم وعايز اخد التشكيله الاساسيه، احط عبد الله في ال11 ولا لا دلوقتي حالا؟ لا هحطه، صح هحطه ولازم يبقى موجود. انا بقول لك صح، لان احنا دلوقتي ما عندناش حد احسن منه. بس انا بقول لك الصراحه يعني في الفتره، وحتى في ناس هي ما بتروحش المنتخب، يعني في ناس جامده جدا يعني الحمد لله ان محمد ابراهيم ده ماشي كويس عشان لازم يروح المنتخب الفتره الجايه بصراحه. يعني هو لازم الوحيد اللي ممكن يحل محل لا لا وصالح ده لو عاقل شويه وده لعيب برضو والله. بص صالح مختلف، ده لعيب برضو لعيب مختلف، بس انا مش عارف، انا ما بقتش شايف هو مش عفريت في ترقيص والكلام ده. لكن هو عنده اللي المدربين بتحبه طبعا، عنده رؤيه، عنده بصه سليم طول الوقت صح. بتاع صح.